يلا اليوم 30 رمضان، اخر يوم برمضان، كم ساعة ويخلص رمضان يا بكر؟ انه المساء بكر او كنت شو بتفهم رمضان؟ انت ما مالك عليك رمضان اصلا. او احنا الصيام. زعلان. يا رب ان شاء الله الله يعيد علينا عليكم ان شاء الله باحسن حال. يلا انا رح اقرا. ليش بكره انا اسمع فاطرين؟ اسمع 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 بلا حكي تسجيل بلاش. يا الله ولا تسجيل. خلص انا رح بلش اقرا وانت تدور وراي. لا 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 ما رح تمحيه. خلي شوف. محي اكيد. لا بس لا بنحكي بالاول بدنا نبلش قران دغري. شوف عندنا عندنا وجهين، هاي نص وهاي وجه، وجه ونص. اقراهم وتردوا وراي، بعدين شو بنساوي؟ تقراوا لحالكم كل حفظتوها. هاي اول مره بنشتغل على هاي السياسه الجديده. هلا جاهز يا ابو بكر؟ ابو بكر اكلت مصاصه شي؟ بدك مصاصه شي اليوم؟ ما بدك مصاصه؟ ما بدك شوكليت؟ بدك تنام مو هيك؟ تفضل ونام. ما بدي نام. نعم تعبان؟ شو بتعبك؟ يلا رح نبلش تسجيل ان شاء الله.